بتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني من كل عام، وقد اختير يوم 29 الثاني اللي هو نوفمبر لما ينطوي عليه من لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. خلينا نروح نشوف سؤال للشارع ايش حكى مع زميلنا أحمد جابر. اللي هي الأردن أولا كدولة عربية وإسلامية في العالم كله الموجود، الأردن متضامنة مع فلسطين، والأردن وفلسطين بلد واحد مش بلدين. الأردن باعتبار البوابة الرئيسية للفلسطينية الموجودة. الأردن هو الدولة لن أقول الوحيدة لكنها قد تكون المميزة والأكثر استعدادا وقوفا مع الشعب الفلسطيني في كافة الأزمات التي مر بها على مدى التاريخ، سواء من ناحية القيادة أو من ناحية الشعب ومن ناحية التضامن العام في كل المواقف وكل الأمور التي مر بها الشعب الفلسطيني على مدى التاريخ. الشعب الأردني يقف مع الشعب الفلسطيني لأنه احنا شعب واحد، هم أخوال وأعمام ويعرفون هذه القضية ويعرفون الحق معرفة تامة. الحكومة الأردنية مع الشعب الفلسطيني، جلالة الملك عبد الله والجهات الرسمية العليا مع الشعب الفلسطيني يقف مع والدليل على ذلك أننا نعاني وما زلنا نعاني من أننا رفضنا صفقة القرن على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. الشعب الفلسطيني لا زال هو الشعب المتضامن مع نفسه، هو داعم لقضيته من الداخل. أعتقد الأقرب لفلسطين اللي هي رئة فلسطين هي الأردن. الأردن المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا هم اللي ما زالوا يقفوا إلى إخوانهم وأشقائهم الفلسطينيين.